اجتمعت الجمعية العامة لشركة ألاقو صباح اليوم الخميس 15 أغسطس 2013، واستمعت إلى تقرير المستشار المختص في عملية الإدراج في بورصة أجنبية، ووافقت بعد الاستماع على التقرير أن يعني وافقت لمجلس الإدارة بالمضي في إجراءات الإدراج والتي كما قلت تستغرق من 4 إلى 6 أشهر. الإجراءات طبعا هي تخص تهيئة شركة ألاقو للإدراج في بورصة أجنبية، وتشمل تفاصيل كثيرة بالنسبة لمجلس إدارة الشركة، بالنسبة للهيكلة التنظيمية، بالنسبة لإجراءات الإفصاح فيها والنظم المحاسبية والأمور هذه كلها. طب حددتم أي بورصة؟ عندما كان تفضلي. هل حددتم أي بورصة سيتم الإدراج فيها؟ المستشار فضل أن ما يفصح الآن، لأن الأمر كله يعتمد على تهيئة الشركة ومدى مطابقتها لأي بورصة أجنبية. هي عموما يعني قد تكون محصورة بين جهتين، هي بورصة لندن وبورصة نيويورك. نعم. لكن لم يحدث حتى الآن أي منهما، كلها طبقا للإجراءات اللي راح تتم ومدى تهيئة الشركة لأي بورصة من البورصتين. لكن بعد ما يتم تهيئة الشركة طبعا راح يكون بعدين في دراسة تحليلية عميقة، وراح يكون هناك يعني عرض لشركة ألاقو لأدائها، لتاريخها، لمستقبلها. المحللين الاقتصاديين الخاصين أو الذين يعملون في هذه البورصات الأجنبية راح يكون لهم الجزء الأكبر من تحليل سهم الشركة، تحليل فني دقيق يعكس وضعها الحالي ووضعها المستقبلي، للوصول إلى سعر عادل يقترحونه للمساهمين الأجانب في هذه البورصات. بعدين يتم عرض على المساهمين الحاليين في بورصة الكويت لتقديم ما لا يتجاوز 30% من أسهمهم، ويتقدم المساهمين الكويتيين بعرض أسهمهم اللي يرغبون في إدراجها. تعرض هذه الأسهم على المستثمر الأجنبي، المستثمر الأجنبي طبقا للتحليل يقدم سعر اللي يعتقد عادل ويرغب في شرائه. لو تطابق العرض لهذا السعر مع رغبة المستثمر بالبيع، وافق على هذا السعر، تتم عملية البيع، فتباع أسهم شركة ألاقو من الكويت وتتحول تلقائيا في البورصة الأجنبية إلى شهادات إيداع عالمية يتم تداولها في السوق الثانوي في هذه البورصة. طيب بس اسمح لي بسؤال إذا بتريد. أنتم تتحدثوا أنه شهادات الإيداع في هذه البورصة يجب أن لا تتجاوز 30% من الأسهم، وتحدثت الآن عن سعر عادل، هل هناك أي تصور ولماذا يعني مستوى 30%؟ 30% هي اللي تتوافق مع قوانين هيئة سوق المال بالكويت، لأن 30% أنا أقصد من مجموع أسهم الشركة. لو تعديت 30% أختي تدخلين في عملية استحواذ، الاستحواذ له إجراءات خاصة فيه تختلف عن عملية بيع الأسهم. لذلك هم يقولون أي بيع لازم يكون في حدود 30%، أي شيء بعد 30% له إجراءات خاصة فيه. نعم، والمستويات السعرية يعني بس الأمور تكون واضحة. والمستويات السعرية هل هناك أي تصور لها حاليا عندكم كشركة؟ يعني نعم، هذه راح تكون خاضعة كذلك لدراسة تحليلية راح تكون وافية بالنسبة لوضع الشركة الحالي بقوامها اللي هو تقريبا 50 طائرة، بإيراداتها، بأدائها للسنوات الماضية، بخطط استراتيجية تبعتها للنمو، للطائرات اللي تم طلبها، تعرفين احنا قادمين 117 طائرة. فراح يتم تحليلها على وضعها الحالي وعلى معدلات النمو للشركة بالسنوات القادمة. يعني السعر راح يتوافق مع التحليل اللي يتم بهذا الخصوص. بعد ما يتم الوصول لسعر عادل وقت الإدراج اللي هو تقريبا في بداية 2014، وإذا كان السوق مهيئ للإدراج، الأسواق ناشطة وجيدة، راح تتم عملية البيع والشراء. وطبعا كلها لازم يتوافق بين البايع والشاري، لكن إذا توافقوا راح يتم الإدراج. إذا لم يتم الاتفاق على السعر فيمكن الموضوع يتأجل حتى تتعدل الأسواق، أو ممكن يعني العزوف عنه بالمرحلة الحالية.